مشاهدينا مكملين معكم ورح ننتقل لفقرتنا الطبية ورح نحكي عن استخدامات الخلايا الجذعية بمجال الجمال والعناية بالبشرة من التقنيات الحديثة والمتطورة بالطب اللي بتساعد اليوم بتحسين البشرة، تحسين المظهر العام للبشرة وإنتاج الكولاجين بالبشرة وأكيد كتير من الأمور وكتير من المشاكل إن كانت من حب الشباب أو التصبغات أو الدجاعيد أو حتى الشيخوخة. كتير من التقنيات اليوم قادرة أنه تحل هي المشاكل وهي آمنة بشكل كتير كبير. يعفى تماما هايدي، ولكن اليوم رح نوضح تقنية الخلايا الجذعية، إمتى ممكن الشخص بيقدر يستخدم هاي التقنية وشو هي المخاطر يلي ممكن تكون موجودة أثناء استخدام تقنية الخلايا الجذعية. وفي بعض الأشخاص أوقات بيدمجوها مع البلازما وبيفكروا أنه هن نفس الشيء، كمان رح نوضح الفرق اليوم بينها وبين البلازما وكتير من التفاصيل مع الطبيبة العامة اليوم الدكتورة قمر نجيب معروف. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. بداية خلينا نخبر المشاهدين نحن شو بنقصد بهي التقنية، كيف استخداماتها وإمتى ممكن نحن نستفيد منها؟ هلأ الخلايا الجذعية هي خلية قادرة تتميز لأي مكان تنحط فيه، ويفضل نستخدمها بال يعني مع التقدم بالعمر وتحارب أعراض الشيخوخة، يعني مرحلة ما كمان فينا نستخدمها لحب الشباب وبالسرطانات أكيد. دكتورة لما بدنا نقول نحن اليوم خلايا جذعية من وين ممكن نستخرجها من الجسم؟ ممكن يكون في كتير من الأشخاص عندهم مخاوف بده يعمل زراعة خلايا جذعية ولكن هو بيخاف بيقول أنا من وين بدهم يستخرجوا لي الخلايا الجذعية وبنفس الوقت كيف رح يتم دمجها بالجسم؟ خلينا نحكي عن هاي التفاصيل. هلأ أكثر مكانين بناخد منه الخلايا الجذعية من نقي العظم ومن الدهون. بناخذ مثلا 20 ملليمتر من الدهون بالمخبر ومستخرج منها الخلايا الجذعيه وبيطلع عنا تقريبا مثلا 10 انابيب، بناخذ حاجتنا منها وبنحتفظ بالباقي للعلاجات الثانيه اللي ممكن نحتاجها. قد ايه ممكن نضل محتفظين فيها مثلا؟ بنحفظهم هلا هي بنحتفظ فيها بماده الازوت السائل بالمخبر ممكن تضل سنين. اليوم في عنا تقنيات كثيرة لعلاج البشرة وتحسين المظهر الخارجي للبشرة وإعطاء كثير من الحيوية، ولكن إذا عم نحكي عن هاي التقنية بالتحديد هل هي بتناسب اليوم كل الحالات أم لا؟ في حالات معينة هي ممنوعة أنه تلجأ لهي التقنيات أو في أعمار معينة؟ خبرينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. هلأ الشخص المثالي الخلايا الجذعية المفروض يكون هو بيعاني من التقدم بالعمر والشيخوخة ويفضل انه يكون غير مدخن وما بيعاني من ارتفاع ضغط الدم او مثلا السكري لحتى يعني نحافظ انه ما يصير اختلاطات متقدمه. طيب دكتوره خلينا هيك نعدد مثلا الفوائد الواضحه، المشاكل الواضحه يلي قادره تحلها تقنيه الخلايا الجذعيه. اليوم ممكن اي حدا عنده اي مشكله يروح يلجا لحل الخلايا الجذعيه، خلينا نحدد الفوائد. هلا هي حل ممتاز لمشاكل المتقدمه من الندوب من الحروق، واهم شيء انه يعني كبشره تحافظ على البشره وتحافظ انه يضل الانسان بعمر اصغر من عمره هو الفعلي. ممكن تغني عن البوتوكس؟ ايه بتشد، ممكن تغني عن العمليات الجراحيه للجراحه وتعتبر امنه اكثر دكتوره ولا امنه كيف؟ طبعا لانه انت عم تستخرجيها من الجسم بس لسه هي قيد الدراسه وتعتبر نوعا ما مو محبذه لانه تكلفتها كتير عالية. بس اليوم يمكن في كتير من الأشخاص بتربط بين هاي التقنية وبين البلازما، خبرينا هل في ربط بيناتهم اليوم أو في فرق بالعلاج وبالاستخدامات؟ خبرينا. هلأ الخلايا الجذعية فيك تعتبريها هي علاج مرمم، يعني هي من الجسم، وحتى البلازما هي بتكون داعم بعد الخلايا الجذعية. البلازما غنية بالصفائح الدموية، فيك يعني فينا نستخدمهم الاثنين مع بعض، وفينا اول شيء نبدا بالخلايا الجذعية ولحتى ناخذ النتيجة الاحسن نكفي بالبلازما.
كمان الدكتورة في كتير يمكن من الشروط أو بعض الأشخاص ممكن ما تناسبون هاي التقنية أو تسبب لهم بعض المخاطر أو نتائج تصير عندهم رد فعل عكسية لهي التقنية، ممكن تصير هيك ببعض الحالات ولا هي مناسبة لكل الأشخاص؟ هلأ هي المفروض لما نسحبها من الجسم لحتى نرجع نحقنها نشوف معايير السلامة، نفحصها لنشوف إنه الخلايا الجذعية اللي استخرجناها ما فيها أي التهاب أو يعني خباثة كسرطان، لأنه إذا كان في هيك ورجعنا حقناها حيصير عنا يعني كارثة بالجسم، فلهيك لازم تكون ضمن يعني أماكن كتير مختصة. تمام، طب شو هي النتيجة اللي ممكن تحصل عليها الصبية اليوم من هي التقنية؟ وإذا بدنا نعرف هي النتيجة إمتى ممكن تظهر؟ هل هي بعد الجلسة مباشرة أم لا هي بحاجة لأسابيع وأيام معينة كرمال تظهر النتيجة؟ هلأ النتيجة اللي ممكن تحصل عليها شد وجه، يروحوا علامات الحروق أو الندوب، والمدة هي بعد ما نحقنها تماماً وبتظهر تدريجياً من 3 لـ4 أسابيع مع اختفاء تدريجي يعني للورم أماكن الحقن، و يعني فينا بعد 3 لـ6 شهور نرجع نطلب المريضة لحتى نعملها إذا لسه بدها تصحح شيء أو ترجع تعيد أو تكفي فيه، والنتيجة بتستمر من 5 لـ10 سنين وسطياً. تمام. كمان الدكتورة ذكرتي إنه هلأ التقنية هي قيد الدراسة، يعني يمكن لسه ما صار في ولا تجربة هون بسوريا عاملة تقنية الخلايا الجذعية، خلينا نحكي عن مصير هي التقنية اليوم بسوريا، لأي مدى ممكن توصل وقد ايه ممكن هيك تغطي أو تنافس كتير من التقنيات الموجودة هلأ؟ هلأ بال2021 السيدة الأولى أسماء الأسد افتتحت مركز خلايا جذعية بمشفى الأطفال الجامعي بدمشق ولعلاج السرطان مجانا، وعملوا قسم خاص للحالات الخارجية لحتى يستخرجوا الخلايا الجذعية ويحتفظوا فيها للحالات التجميلية. دايما يمكن قبل أي إجراء تجميلي لازم يكون في نصائح اليوم من الدكتورة تخبر إنه لازم تلتزم الصبية بشيء معين، إن كانت نصائح قبل إجراء هذا العلاج وهي تقنية أو إن كان بعد، شو هي النصائح اللي لازم اليوم نلتزم فيها؟ هلا يفضل انه هي ما يعني ما تستخدم اي ادويه التهاب، وما يعني لما تعمل الحقن ما تستخدم سيرومات، تستخدم كريمات، تعمل تقشير، تطلع بالشمس وبس، يعني تاخذ الفيتامينات اللي بنوصف لها اياها بعد الحقن. كمان بدنا نعرف منك دكتورة هيك نستغل وجودك أكثر وناخذ معلومات أكثر منك، يا ريت تفيدينا فيها، الخلايا الجذعية اليوم وين ممكن تنحقن بالجسم غير الوش؟ هلا لو لسه الموضوع قيد الدراسة بس لهلا ممكن نعالج مثلا سرطان سرطان الدم، ممكن نعالج السكري نمط أول، ممكن نعالج فيها مرض باركنسون. تمام. ممكن نعالج فيها العظام عضلات القلب، فهي وين مثلا ممكن في عضو مبتور ممكن انه نستخرج الخلايا الجذعية ونحقن فيها والعضو يرجع يعني ينمى من أول وجديد، يعني هي ما محصورة. لا أكيد لا، بس فعاليتك يعني هلا لسه هاي المواضيع كتير مكلفة. هلا مثلا فينا نستخدمها تجميليا بمبالغ بسيطة تحت مثلا في نوع إبرة الأكسوزوم، هي أصلا يعني ممكن عامة الناس بيعرفوا إنه هي مثلا إبرة تفتيح لون تحت العيون وبيحسن المظهر، يعني بيخلي البنت تبين أصغر 10 سنين. هي مشتقة من الخلايا الجذعية بس الناس ما كتير بيعرفوا إنه هي ما أنا كاملة خلايا جذعية، هي اختلاط بين خلايا جذعية وقصص تانية داعمة لحتى تعطي نتيجة. تمام، بكل تقنية تجميلية دايما في إيجابيات في سلبيات، إذا عم نحكي عن الخلايا الجذعية للبشرة حكينا كثير عن الفوائد وعن أهميتها اليوم للبشرة، في مخاطر أو سلبيات اليوم لهي التقنية؟ خبرين. أكيد يعني ما بيخلى الأمر إنه يكون في مخاطر، هي مثل أي إجراء طبي لازم يكون في سلامة طبية ومعايير للمركز، المفروض يكون بمركز كبير يعني مشفى أو مركز طبي مرخص وحصراً تحت يعني أيادي الأطباء المختصين والمتمرسين، لأنه ممكن يعني هي بدها كتير دقة واهتمام، أي شائبة صغيرة بتأثر على المادة بتعمل كوارث بالجسم، هيدا الشيء مفقود أكيد بالعيادات الخارجية والصغيرة.
كمان ذكرتي يا دكتورة إنه ممكن تصير هي نفس الخلايا الجزيعية أو مأخوذ البعض من هاي التقنية تحت العين. خلينا نحكي هيك أكثر عن فوائدها، هل هي بتغني اليوم عن الفيلر، عن عمليات شد الإجفان؟ أي طبعاً. هلأ هي الخلية الجذعية مستخلصها مثلاً من الجسم، وين ما بنحقنها هي حتاخد مفعول، يعني حتحفز مثلاً على الكولاجين، حتحفز الكولاجين يبين يعطي نضارة، حتروح الكلف، حتوحد اللون، وأكيد حتغني عن الفيلر لأنه هي يعني لسه صافية بيور، ما فيها أي شيء تاني ممكن مثلاً تروح الخطوط وتعطي نضارة وكل شيء، فما في حاجة بقى أنه المريضة تعمل لسه فيلر أو بوتوكس. بعد إمتى ممكن تحصل على نتيجة؟ 3-4 أسابيع بشكل تدريجي، والزروة بتكون يعني من 30-40 يوم. وقدها بتدوم كمان؟ بتدوم تقريباً يعني وسطياً 5-10 سنين. كنا نعرف قدي البشرة حساسة وبتتعرض كتير دكتورة اليوم بفصل الصيف للمشاكل، خبرينا أكثر شو هي أكثر المشاكل الشائعة اليوم عم تشوفيها عند الصبايا أو حتى الشباب موجودة بالبشرة خلال فصل الصيف؟ هلأ كشباب إنه مثلاً ممكن بيستخدموا الشفرة ويعني بيعملوا باتجاه خاطئ، فهذا الشيء أكيد يعني بيطلع الحبوب. وللبنات الخطأ الكتير شائع إنه استخدام مستحضرات تجميلية يدوية غالباً بتكون مثلاً مانا محفوظة بمكان بارد، لأنه هي أكيد في مواد تنفصل عن بعضها بالطقس الحار، وممكن مثلا يعملوا تقشير بشره ويتعرضوا للشمس، هذا الشيء هو اللي بيعمل لهم التصبغات والكلف. خلينا نرجع كمان لتقنيه الخلايا الجذعيه وناخذك كمان معلومات عن هي التقنيه. ممكن الشخص اذا عمل تقنيه الخلايا الجذعيه يعاني من بعض الاعراض او يصير عنده شويه مخاطر كرد فعل من جسمه، ولا هي امنه بشكل 100%؟ هلأ هي آمنة 100% إذا تم فحصها، وأنه هي قبل ما تنحقن خالية تماماً من أي شيء. قلنا أنه إذا هي نظيفة تمام، بس الجسم ممكن يتقبلها بجميع الأحوال؟ إذا هي سليمة أكيد، بس ممكن يكون في يعني رد فعل تحسسي، حكة، طفح جلدي، بس أنه بيروح بشكل تلقائي. وكيف عم بتكون النتائج اليوم؟ عم بتكون إيجابية ومرضية فعلاً أم ممكن عم بيكون في شيء غير المتوقع عنه للصبايا؟ لا، عم تكون كتير إيجابية وكتير مرضية، وهي كتير حديثة، يعني النتائج اللي عم تطلع عنا كتير باهرة لهلأ، بس ما في الكل يجربها، يعني هي كتير لهلأ لسه قيد الدراسة وكتير مكلفة. قدام التكاليف ممكن تكون عالية يعني على ممكن مثلاً لكل الوجه يعني بآلاف الدولارات أكيد. خبرينا أكثر دكتورة اليوم نصيحة لكل الصبايا لكل الشباب، يعني اليوم كمان عم نشوف شباب عم تهتم ببشرتها كمان يمكن أكثر من الصبايا، وصار عندهم هاجس الجمال والكمال خلينا نقول بتقسيم الوش. خلينا نحكي أكثر اليوم شو هي النصائح الجمالية الأكثر انتشارا لازم كل صبية أو كل صبية وبعدين ننتقل لكل شاب. هلأ كل صبية أكيد لازم، يعني مو إنه إذا أنا عملت إجراء تجميلي حقن أو شد أو إني أنا مثلاً ألغي فكرة إنه أنا تابع الفيتامينات بجسمي، ألغي فكرة إني أهتم بأكلي، أنسى إني مثلاً أشرب مي، هو أساساً اللي بحفز إبر النضارة أو الفيلر أو أي شيء بنحقنه بالوجه اللي بحفزه هو إنه المي اللي عم تفوت على الجسم والكمية. وأكيد إنه أهم شيء وأكبر شيء يعني بضر البشرة هي الشمس، فإنه لازم يعني الواقي الشمسي بشكل يومي وبشكل دائم. أكيد. خلينا نعطي هيك بالختام نصائح أخيرة من حضرتك اليوم، كيف نقدر نحافظ على صحة بشرتنا وكيف نختار اليوم تقنية بتناسب بشرتنا وبتناسب المشكلة اللي عم نعاني منها؟ هلأ لعل التعيين لكل الحالات أكيد البلازما والخلايا الجذعية وإبر النضارة بتناسب الكل بدون أي استثناء. ممكن يعني مو بس هيك، نحن مو نعتمد على هذا الشيء بس، أنه كمان نتابع الأكل، الفيتامينات مثل ما قلنا قبل شوي، السيرومات وهي القصص كلها.
أكيد بالختام معلومات كتير مهمة. بدنا نشكرك كتير، كنتي معنا دكتورة قمر نجيب معروف طبيبة عامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. شكرا لكم على الدعوة. شكرا لك دكتورة ولكل النصائح يلي قدمتيها، وأكيد نتمنى هيك الجمال والبشرة الصحية لكل الأشخاص. أكيد.